اول حاجه هاد الحلقه عاود تحتها من جديد والسبب شرحته في الحلقه اللي قبل. المهم قبل ما تبدا هاد الحلقه بغيت نشكر السبونسور ديال هاد الفيديو ويت بوكس، وبغيت نعرفكم على الابليكاسيون ديالهم اللي غتنفعكم في اهم نهار في حياه اي واحد اللي هو عرس ديالو. المهم هاد ويت بوكس باش كتميز هو انه كيخلي الضيوف ديالك يبارطاجيو لي فوتو ولي فيديو ديال العرس فوق ما بغاو. اون بلوس يمكن ليهم يكومونطيو يديروا جيم للتصاور ديال عرسك نعماس، واهم حاجه فيه العربيه و18 لغه يمكن ليك تختارها. بلاتي هاد الابليكاسيون ماشي غير للعراسات، تقدر تفيدك في اي مناسبه، مثلا فاش تشد الكريتين هاد الباك لي زانيفيرسير ودير شي حفيله. المهم الا عجبتك الاب كاين ليان باش تيليشارجيها في الديسكريبسيون. نبداو الحلقه ديالنا دابا. اكشن. السلام عليكم، مرحبا بكم في ماي شانل. غنبدا الحلقه بواحد النصيحه تحذيريه للداري. شنو هي؟ إذا جات شي بنت هي وحاولت تجلس ولا تهضر معاكم، شوف غير بدل ديك البلاصه ولا هرب ولا شنو دير، حيت ما يمكنش امبوسيبل تجي بنت هي وتجلس حداكم وتهضر معاكم. ولا درتها غتكون تما غير شي مصيده ولا شي قلب، وداك القلب هو اللي غنديرو هذا النهار. واي حاجه نتوما بغيتو تشوفوها غنديرها، وكيف ديما ليتس دو ات. وشام هذاك اللي تيجي؟ جبك جيتي انت الفوق وانا لتحت. ريح النار الصدله راه مقدر اش مريحك. وهي بغيت لحقاش غادي يجي عندي البنات وخويا كنت مدايز من هنا ودي راه عنديش مع خويا حتى شي مدايز من هنا وانا ايوا اش كتعاود بخير وعلى خير درتي شويه كي جاتك مكنه زوينه شويه وصافي نال على غابات شدكه خسكراني هادي خسكراني هادي اي ما ريح ما دريش نقرا معاه ران شوفي شوفي ريحي اجي اخويا نوض واحد دقيقه اخويا عاد كي ريحت انا جا الدريه كتعرفها واحد شويه امير هنا انا ولد بني ملاش ولد بني ملاش بينك وبين تبغي اللي قلت حدا اختك اخويا حتى انا عارفها ما كتعرف ما اش داري مالو لقيتو معاها اه لقيتو معاها اش جات ريحت صاحبي واحد شويه فاك واحد شويه غير واحد شويه غير نوض غير نتفاهم غير نتفاهم غير نتفاهم غير نتفاهم وما هضرتش معاها هذيك اصاحبي ما هضرتش معاها نوض نهضر معاك نوض اصاحبي غير نتفاهم غير نتفاهم تقرا هذيك اصاحبي اخويا انا نهضر معاك اجي غير نهضر انا داري داري ما تهضرش معاه ما تهضرش معاه ابعدوا منه ابعدوا منه ريحت اخويا انا انا راه هي اللي جات اخويا صافي صافي اسمع اسمع اجي اخويا اجي اجي اخويا اجي اجي معايا ويجي معايا بعد منه اخر مره كنتي عصا فوق انا نهضر معاك اخر مره كنتي عصا فوق اش كانت ولا ما هضرتش انا شوف راه ديك 24 هو واحد هو واحد وغير نهضر انا غير نهضر انا شوف شوف اخر مره فهمنا غير تسمع غير تسمع انا خويا جيت مريح هنا مقويله ايه فهمتي اها انا خويا تنخدم في البنيان انت مقود عليا جيت ريحت هنايا اخر مره كليتي فيها العصا فوقاش وانا خويا جيت واليوم راه تاكل مقسم لك الله واخا ما بغاش اليوم تاكل هنايا شوف 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 اخي مره خلي ويدوي شوف اخ فوقاش اخي مره كتعصى واخويا انا راه ما واخا ما بغيتش ما بغيتش تجاوب على السؤال فوقاش اخي مره شفتي في شي كاميرا كاشي واخويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله قرب قرب اه ديروا لايك سير اولا بسم الله الرحمن الرحيم الله يخليك تقلع هنا دري واحد اخر لقينا ماشي ولد مكناس ياك انا ولدي من ها انت شنو كتقول من هذا المنبر الدراري ديال مكناس كاع كاملين الله يرحم الوالدين رمضان المبارك رمضان المبارك سعيد عليك وبينا تجيو هاد النهار حنا معاك اخويا ورمضان مبارك سعيد خويا ما كنتش اللي يهضر معاك ورمضان مبارك سعيد الدريات يا راجل وعام بلاتي خصو يقولنا رمضان مبارك سعيد بلاتي الدار التصفيق التصفيق سعيد اخويا وديروا لنا لايك وابوني فلاشين باش شكرا اخويا شكرا يلا تهلا صدلة تبدا شي قطار شي حاجة لا ماشي اختك ماشي اختك حدو شديكو السلام عليكم تقرا معايا تقرا معاك اجينا جاوا دقيقه كيفاش كيقرا معاك كيفاش كيقرا معاك شدينا صاحبي كتعرف هذه ها كتعرف السيده وليش قالت لي قالت لي بعدا سيري تقعدي تقعدي بلاتي واحد دقيقه واحد خويا نهضر معاك نوضه صاحبي نوضه غير نهضر معاك نوضه غير نهضر معاك عثمان عثمان ران اش اش الكاميرا 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 كاش الكاميرا كاش
انا عندك نسيت شي حاجه ايوه نصرف دراري عندك راه مازال راحتك ما تخاش عبر 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 شنو كتقول في المش قول ديك الهضره ديال التلفازه شنو كتقولوا في رمضان الكريم الرحمن الرحيم طواف كنقول لكم من هذا المنبر كنقول لكم هذا المنبر ديروا ابوني ديروا شنو داك الشيء ابوني سبسكرايب بيسوان بيسوان ابوني دري زوينين تبارك الله عليك الحمد لله هذا السعد هذا مزيان مزيان اه شنو ما شطحوش مع العوازه غير هذه العشيه ما نو علاش صاحبك جديد اه صاحبي يوسف سميتك مصطفى يوسف تشرفين انا يسرى وانا رانيا اش كتعاودوا هذه رانيا اي تشرى صاحبتي قديمه نو ايوا بزاف شكون يا صاحبي ايوا تحركي رينا عالدين صاحبي انا نهضر معك واحد الدقيقه فين كتعرفوا هادو هو هي اللي جات قصات حدانا كيفاش جات كيفاش هي اللي شدات السول واش وحده هنا وحده لهيو فاش هاد السول صاحبي شاد السول مع خضري يا صاحبي نو نو صاحبي هي اللي قصات صاحبي شوف شوف كيفاش اصاحبي واش شاد لي السول مع خضري كتقول لي جات قصات صاحبي تما هي اللي قصات تما اثبتي اثبتي لا هذا لقيتو انا مع اختو اثبتو دراري دراري اه صاحبي صاحبي ماك شكون شي حاجه شي رقيتي شوف واحد انا توقف مع خوادري ما كنعرفهمش كلهم ما كنعرفهم اسير اخو شوف شوف غاتك العصا صاحبي اجي اجي شوف شوف الدراري بقاو تما اخر مره كيتي على الصفوق اش كانت شنو هي اخر مره كيتي على الصا هاد المره غاتاكلها اخر هاد المره غاتاكلها البارح البارح تاكلها اليوم وزيد زيد وليد خوت والله شوف راه ما نعرفهاش واحد قرب راه هي شوف صاحبي واش بنت قلت حدا دري ما يمكنش لا صاحبي والله الا هي اللي قلت صاحبي بعد من شوف 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 نقول لكم شنو كان قلنا احنا كنا جالسين وما بغاو يجلسوا احنا تمر قلنا لهم قلنا لهم صافي شدوا السر معاهم هادشي اللي كان الدراري هادشي اللي كان الدراري شوف 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 سر لي اخويا شنو بينك وبينك اولا صاحبي كيفاش والو اش والو اولا صاحبي وانت ما تهضرش معايا واش هضر معاك صاحبي واش هضر انت تدورو لناش كاملين الدراري 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 راه يعطيوك العصا يعطيوك العصا غير حاول تشوف كيفاش تسلك وصافي صافي والله اخويا والله ما تنعرف جو وحده فيهم شوف غاتاك العصا كنا جالسين اصاحبي ما تقوليش والله ما تنعرفو ما صافي راه كنا جالسين الدراري تكلفوا به اه الدراري والله ما تنعرفو الدراري والله هذا هذا صافي صافي كان ران الكاميرا كاميرا 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 نوض سفيان سفيان اجي عندك ماي عندك ماي اول يوم مهم داروا بيا اش نقول لكم في الحقيقه في الصراحه الله ها هو اللي بقى فيا انا بزاف ديرك شويه هذا هو اللي بقى فيا بزاف حتى شي ترعد مسكين لا لا بصراحة الله سمحوا لنا اخوتي على هذا القدر هذا سفيان شنو كتقولوا للدراري اللي تشوفونا دابا في لاشين كنشكركم بزاف المشاهدين على الفيديو وقبل ما نسالوا الحلقه كنبغي نشكر الدراري اليوتيوبرز اللي بانوا معنا منهم فينا هما الاول لاشين ديالو غتلقاوها في الديسكريبسيون الثاني فينا هو يلا يلا الثاني غتلقاو المهم الدري كيدير البودكاست انت كيدير لي فلوغ لي فلوغ والدري تا هو كيدير لي فلوغ غتلقاو لاشين ديالهم كاملين بثلاثة في الديسكريبسيون يلا يلا خويا اختي اجوتوني في سناب شات وانستغرام باش تعرفوا عليا اكثر غير صيفطوا لي اي ميساج اي حاجه نجاوبكم كما كنجاوب اي واحد في لي كومونتير نتلاقاو الخميس الجاي مع السته